السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا واحد التوضيح بسيط للستوري اللي حت البارح على ودي الكريبتو، وهذا واحد التوضيح باش نقول لكم الاخوان، حنا ماشي كنتشفوا، حنا ماشي زعما كنقولوا واحد الهضره باش نبانوا في شي حاجه. العكس ديال هذا الشيء كامل هو الحقيقه. الحقيقه هو ان حنا كنبغيو نوضحوا لكم شنو هو الفرق ما بين تخدم ودير شي حاجه وكتبني وما بين تستثمر وتحط فلوسك فواحد الحاجه اللي ممكن تنزل. ماشي حنا ضد هادي وماشي ضد هادي، فقط كنوضحوا شنو هو امتى خصك دير هادي وامتى خصك دير هادي. هادشي اللي جاي زعما نهضر عليه هو اللي بغيت نوصل لكم. دابا اجي نوضحوا، انت كواحد عندك واحد المونطون صغير، عندك واحد 2 مليون، واحد 3 مليون، واحد 5 مليون، انت الكريبتو ماشي بلاصتك. هادشي تيقني وما تيقنيش، انت حر. الكريبتو هو ديال الناس عندهم بزاف ديال الفلوس او عندهم واحد الفلوس معتبره كياخذ فيها واحد النسبه، واحد 5% 10% وكيحطها في الكريبتو، كيانفيستيها وكيانفيستيها بزاف ديال الامور، ماشي اسهم الى اخره. الى طلعت الى الجنه والناس، الى طاحت ما عنده غرام ديال المشكل. دونك الكريبتو او التداول في الكريبتو بصفه عامه هو كيصلح لك فقط ملي كتانفيستي فيه واحد المبلغ اللي ما كيشكلش ليك اشكاليه الا خسرتيه. صافي، حنا ماشي ضد، ماشي لا سوقك هذاك، مي ما تحطش فيه كلشي داكشي اللي عندك، لان يقدر يصبح. شفتوا الرساله اللي قبل؟ ما بغيناش نشوفوا بحال هذا الشيء، بحال هذا الشيء مؤسف بزاف اللي وقع. الغلط اللي داروا الناس هو ان ما عنده حتى شي حاجه، عنده واحد 2 مليون، واحد 4 مليون، بزاف ديال الميساج وصلوني. كاين اللي ناس يقول لك دابا ديال امي، كاين اللي قال لك بعد الطوموبيل وسمعت الكريبتو مشيت حطيتو. مزيان ركنتي، تقدر نجيك صريح، نكون معك امين وصريح، يقدر يكون يطلع داك الشيء وتكون عندك ديك 3 مليون تولي 300 مليون، يقدر، ولكن يقدر في الناقص. دونك هنا هذه يقدر يطلع يقدر ينزل، هنا حط فيه الفلوس اللي انت ما محتاجهمش. علاش ديما حنا كنقولوا التجاره؟ لان التجاره كتبنى عفوا على مجموعه من الاسس اللي هي شويه الى حد كبير، وكنسطر عليها الى حد كبير ديال الثبات، وفيها اكثر شيء امين. ملي غتشري السلعه ديالك اخويا، راه السلعه ديالك تبعت تبارك الله، ما تبعش، راه باقي على الاقل عندك السلعه، عندك شي حاجه في يديك. كدير الاعلانات راه غادي شويه بشويه، كتحط لي 10 دولار 20 دولار 30 دولار وكتشوف داكشي مخرجك ما مخرجكش. ولكن الاخوان، ما عمرك تقارن التجاره بشي تقمرت، لان هذه بالنسبه ليا قريبه لتقمرت، لانك انت كتحط فلوسك في واحد الحاجه اللي احتمال كبير تطلع، وايضا احتمال كبير انها تنزل. دونك انت ما كتحكمش فيها، ماشي بحال التجاره. التجاره انت كتحكم فيها، لو ما حطيتي السلعه ديالك كتفرج حدا هاد الجامعه، ما بعديش اليوم غدا غتهز ديك السلعه ديالك ديها للبلاصه بي، وغتشوف اللي ما تبيعها بالجمله ولا كاع تبيعها بشويه الخساره. بزاف ديال العوامل اللي انت كتحكم فيهم في التجاره، ولكن في الكريبتو في التداول فيه ما كتحكم في حتى شي حاجه. السوق كيتحكم فيه، القرارات كيتحكموا فيه، بزاف ديال الامور اللي كيتحكموا فيه، لان الشيء اللي كيعني ان غدا تقدر تفيق ما عندك حتى شي حاجه، ايضا ممكن تفيق. غنختم الاخوان باش ما نعاودش الهضره، انك التداول ما خصكش تفوت فيه اكثر من الفلوس اللي انت ما عندك مشكل تخسرهم. غير شي واحد يقول لي لا خويا دحيا، راه حتى التجاره خسرنا فيها وخسرنا فيها وخسرنا فيها. هو ما تقارنش، لان الخساره في التجاره مليميتيه بزاف. كما قلت قبيله، تقدر تشري سلعه وما تبعش ليك وباقي على الاقل عندك السلعه ديالك، تقدر دير الاشهارات انفيستي واحد شويه وما تبعش البرودوي، مي كلشي كتحكم فيه انت وكلشي بين يديك، يعني العوامل ديال التغيير بين يديك. ولكن في الكريبتو وفي التداول ما كاين حتى شي حاجه باش تغيرها بين يديك. الاخوان، نصيحه مره اخرى، تداول ما تداولش، دير التجاره ما ديرش التجاره، دير المجال اللي عجبك انت حر، ولكن في التداول ما تحطش اكثر من داكشي اللي انت تخسرو عادي عندك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان، واحد النقطه، اما يسحب لكم حتى انا ما خسرتش معاكم، انا واحد منكم، الشركه ديالنا حتى هي خسرات نفس. غير حنا حنا الفرق اللي عندنا هو ان حنا خسرنا واحد المبلغ اللي كنا حطيناه بحال هكا مقمرين به، حطيناه ماشي اليوم خصني ما ناكل، او اليوم خصني ديت لامي الذهب ديالها ولا شي حاجه، راه باش ما تقولوش كنتشفاو، راه بحالي بحالك،
حتى انا مشاو ليا فلوس في الكريبتو، حتى انا حط فلوسي، حتى انا مهولدي، حتى انا بحالي بحال الشركات ديالنا حتى هما دايرين نفس الشيء. مي حنا حاطين واحد المبلغ اللي ما كيشكلش لينا او بالنسبه لينا اي اشكال، دونك باش ما يقولش لا كتشفى لا حتى بحالي بحال. ولكن غير الفرق هو كاين وبزاف ديال الناس كاين اللي حط فلوس اللي قادر يخسرهم وكاين اللي حط فلوس اللي ما قادرش يخسرهم. هذه هي الفكره، نتمنى ان الفكره صحيحه وصلت لكم. السلام عليكم.